الأفضل لها ما كان أصلح لقلبها. نعم. فإن كان أصلح لقلبها أن تصلي في بيتها. نعم. فهذا هو الأفضل وهذا هو الأصل. فإن كانت تقول إن بقيت في بيتي لم أتمكن من صلاة يحضر فيها قلبي وأطمئن وأخشى، فعند ذلك تصلي في المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تمنع إماء الله مساجد الله. فإذا استأذنت المرأة زوجها في الصلاة في المسجد فينبغي ألا يمنعها بل أن يمكنها من ذلك ما لم يكن هناك ما يمنع.